طيب على كل الاحوال خلونا نروح مقر اقامه لاعبي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي عشان نتابع اخر استعدادات مباراه النهارده مع زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. كريم صباح الفل عليك. صباح الفل عليك طبعا زميلي كريم، وصباح الفل على زميلتي نهاون، صباح الفل على كل عشاق ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. احنا معتمدين عليك في ان انت تنقل لنا بقى كل الاجواء اللي موجوده عندك في مقر اقامه الفريق، ايه الاخبار عندك؟ طبعا في البدايه طبعا هاخد من كلامكم ان شاء الله باذن الله كل التوفيق النهارده لفريق النادي الاهلي، مباراه غايه في الاهميه، لها حسابات خاصه للجماهير، لمجلس الاداره، لكل الجهاز بشكل عام، لعيبه النادي الاهلي. ما خلاص ما فيش في فرق بين النقاط، الاول متصدر، لا المباراه دي بتبقى ليها تركيز كبير جدا عند لعيبه النادي الاهلي. وعلى ذكر التركيز طبعا عايز اتكلم تدريب الامس لفريق النادي الاهلي، اللعيبه يمكن جمعت نفسها عقب انتهاء المران، ودي من النقاط الايجابيه بشكل كبير، لان كل كان بيحفز الكل كان بيتكلم على اهميه هذه المباراه، ان احنا نظهر بصوره واداء مميز جدا، والنتيجه طبعا اكيد متروكه على ربنا سبحانه وتعالى، لكن مع الجهد ومع التركيز ومع العزيمه والاصرار الكبير جدا اللي بنشوفه مع لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله الفوز يكون حليفنا النهارده، وتكون الثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. احنا متواجدين طبعا كالعاده في فندق الاقامه، بننقل الاخبار، الكواليس، كل الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي. عايز اكد على نقطه مهمه جدا، طبعا واحنا في فندق الاقامه من اهم الاشياء اللي بتساعد فريق النادي الاهلي هي حاله الهدوء اللي موجود في فندق الاقامه، الاختيار ما بيكون مميز من الجهاز الاداري طبعا بقياده الكابتن سيد عبد الحفيظ، بيكون الحاله مهيئه لعيبه النادي الاهلي بتركيز فقط بيكون في المستطيل الاخضر، حاله الفندق رائعه جدا، هدوء حقيقي، يعني ما اقدرش اتكلم على فندق الاقامه غير ان هو حقيقه يعني بيساعد بشكل كبير جدا مع اللعيبه ان هي تكون لها هدف واحد فقط، هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي من خلال النتائج، كل مباراه النادي الاهلي بيأدي فيها بشكل كبير وبشكل مميز جدا، لكن المباراه النهارده ليها حسابات كبيره جدا مع مستر فايلر بالتحديد، ان شاء الله النهارده يكون موفق في اختيار التشكيل، اللعيبه بشكل عام النهارده ان شاء الله تبذل كل ما في وسعها من مجهود كبير النهارده في مباراه اليوم، وباذن الله النهارده يكون يوم فرحه ويكون يوم نصر ويكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي، الجمهور متعطش ومنتظر ان هو يشوف لعيبته النهارده، ومنتظر كمان النهارده يكون في نتيجه، نتيجه مش هنتكلم عن نتيجه كبيره او صغيره، لكن ان شاء الله يكون في نتيجه ايجابيه وهي الفوز ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. عايز اتكلم طبعا على البرنامج الخاص النهارده بلاعبي النادي الاهلي قبل الانطلاق لاستاد القاهره اللي هيستقبل مباراه اليوم في الجوله 21 من بطوله الدوري العام، النهارده طبعا الفطار يعني محدد ليه من 8:30 صباحا للعاشره، مباشره هيكون عقب انتهاء الفطار اللعيبه بتتوجه الى الغرف كالعاده، 2:30 النهارده يكون الغداء، على ان تكون المحاضره النهارده الاخيره لفريق النادي الاهلي الساعه 7:05. معودنا مستر ريني فايلر المحاضره ما تستغرقش 5 دقائق، وعلى سبيل المثال يعني المحاضره اللي فاتت كانت 5 دقائق، 7:10 كان بتوجه مباشره لاعبي النادي الاهلي الى الاستاد، وبالتاكيد نفس الامر في هذه المباراه، 7:05 تكون محاضره فريق النادي الاهلي والمحاضره الفنيه الاخيره، على ان يتوجه الفريق الى استاد القاهره ان شاء الله، كل اللعيبه معنوياتها مرتفعه بشكل كبير، حاله من التركيز، وده اللي شايفينه على وجوه اللاعبين، سواء اللعيبه اللي تكون متواجده في اللوبي المتواجده في الافطار، ان شاء الله باذن الله زميلي كريم زميلتي نهواندي باذن الله النهارده يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي، ونفرح النهارده كمان مع كل اللاعبين والجهاز الفني. نشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز ومراسل قناه النادي الاهلي كريم احمد، وان شاء الله ربنا ما يخيبش ظننا ولا دعوات كل الاهلاويه، وباذن الرحمن كلنا نستمتع النهارده بالاثنين الحقيقه، بالنتيجه وطبقا لتوقعات الجماهير اللي ممكن توصل لارقام يعني ملفتة للنظر، وكمان بالاداء، ودي طبعا كالعاده حاجه عودنا عليها كل لاعبي النادي الاهلي.